بما اننا كمان دايما بنتابع الجهود الاهليه للمجتمع المدني، النهارده تنفيذا لتوجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الاولى بالرعايه وتخصيص عام 2022 عام للمجتمع المدني. الحقيقه كل سنه بيتعمل او بيتخصص العام ده، لان هو لازم يتم الاستفاده بكل وقت وبكل سنه وبكل يوم بيعدي علينا علشان يقدموا حاجه للمجتمع. كمان مع قرب بدايه العام الدراسي الجديد، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعلن عن إطلاق عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، واللي بتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية كلها، والحقيقة اللي هي كتيرة جدا جدا بتبقى على أولياء الأمور بصراحة، الله يكون في عونهم، بيبقوا ما بين مصاريف كتيرة قوي تخص الأولاد. فالحمد لله النهاردة كمان الدولة بتخصص بوثز، أو يعني زي أقول إيه، يكشاك علشان تقدم كل المستلزمات بأسعار رمزية جدا جدا. استفيدوا وروحوا هاتوا الحاجات دي كلها. أنا حابة جدا أقول لكم بالأرقام كده إيه هي المبادرات اللي تمت. أولا على صعيد الدعم النقدي، شمل 107 ألف أسرة بإجمالي 56 مليون جنيه من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري. أما بقى على مستوى توفير الدعم الغذائي من خلال بنك الطعام المصري، هيتم تقديم وجبات مدرسية صحية متكاملة العناصر الغذائية لدعم التغذية المدرسية السليمة، واللي احنا بننادي بيها وبنناشد بيها أولياء الأمور بقالنا فترة طويلة جدا جدا. وده هيكون ل 35 ألف طالب في 10 محافظات بإجمالي تكلفة مليون جنيه يوميا، وتقضية العام الدراسي بالكامل، بحيث يعني هتوصل إن شاء الله التكلفة ل 200 مليون جنيه. الجميل بقى انه تم اطلاق المهرجان الخاص بتوزيع المستلزمات الدراسية في المحافظات، واللي نظمته جمعية الأورمان بتكلفة حوالي 20 مليون جنيه. تم دعوة الأطفال للحضور وتوفير جميع احتياجاتهم من المستلزمات الدراسية مجانا، حتى مش بأرقام رمزية، مجانا، يعني حاجة جميلة جدا بصراحة. بجانب مساهمة مؤسسة حياة كريمة من خلال تقديم 55 ألف خدمة تعليمية للطلاب في قرى محافظات حياة كريمة، والتكلفة بسداد مصروفات الدراسة وشراء المستلزمات المدرسية لحوالي 40 ألف طالب. حاجة كده في منتهى الجمال، الجمال حقيقي، يعني إننا نقف كلنا إيدين واحدة ونساعد بعض في الظروف الاقتصادية الصعبة اللي مش مصر بس بتعدي بيها، ده العالم كله عنده أزمة اقتصادية كبيرة جدا، واللي تأثرنا بيها بسبب طبعا الأحداث العالمية اللي بتحصل حوالينا. خلونا كده نروح مع بعض نشوف التقرير ده، نرجع لكم مرة تانية عشان نقول لكم عندنا ايه النهاردة. التحالف الوطني للأعمال التنموية قد إيه شيء جميل جدا بجد، والمجتمع المدني مهم جدا المجهود بتاعه إن هو يتم تضافره مع المجهودات اللي بتتقدم من الوطن. بجد هنشوف مصر دايما في الأمام ودايما متصدرة، وإن شاء الله دايما المجتمع المدني كده يكون نشط وبيقدم كمان كل ما عنده علشان نقدر نعدي المرحلة دي، على الأقل الأزمة الاقتصادية اللي احنا بنعدي بيها أو العالم كله بيعدي بيها دلوقتي.